هذه ماهيش من صنع يدي، هاد الارض ملك على الجدود نتاعنا، والارض هذه كان مستثمر فيها الوالد الله يرحمه، الوالد والوالده وانا وشير اختي، وتوفى هو ربي يرحمه، حكمنا احنا عليه المهنه هذه. الحمد لله كانت غير حجره، كانت غير شوك، نقيناها حتى راكو تشوفوا اليدين كيفاش راه صارين. انا لقيت الوالد والوالده نتاوعي فلاحين، ما نجمش نخرج انا باش ندير حاجه واحده اخرى، لقيتهم فلاحين، تبعت الفلاحه، والحمد لله درك مهنتي انا الفلاحه، انا واختي ها هي وينا يوميا رانا هنايا. شوفوا الغله تاع بلادنا، شوف كل خير راه فيها. الزيتون هذا ما عندناش حنا هنا معصره، راكم تشوفوا فلاحين ومنتجين، ولكن ما عندناش معصره. المعصره هذه راكم تشوفوها الخير، هذا الكوطه الزاوجه، الكوطه الاولى رانا نمشوا حتى البلديه تسبدوا باش نعصروا الزيتون. ولايه النعمه كومبلي راه ما فيهاش معصره للزيتون. الزيتون فيه اللي موجه للاستهلاك تاعنا وفيه اللي موجه للبيع، يعني احنا راك تشوف فينا لحد الان المستثمره هذه ما ديناش فلس لا على الدوله ولا على حتى حاجه. كل هذا الخير اللي راك تشوف فيه من جيوبنا بدراعي، وما نمشيش ندي من حيت البطاله. بزاف اللي تقول لك انت تخدمي فلاحه، نقولها نورمال نورمال، انا نخدم فلاح، يعني نظريتي ما عندي حتى مشكل، الحمد لله راني نخدم في ارض با وجدودتي، ورانا نديرو في الانتاج هذا الاكتفاء الذاتي. لو كان كل واحد منا راه يدير الاكتفاء نتاع الذاتي، ان شاء الله الجزائر ما تكونش عندها ازمات جايه. وراك تشوف يديا من طلقات الحجره ومن الغرس تاعها ومن الميراد، ورانا من الصباح رانا هنا الحمد لله 17 ونقنطر رانا ندوب في القطار، ونشكروا سيدنا الرايس، نشكروا الله يعطيه الخير، هو اللي راه مدعمنا، هو اللي راه مسجعنا، وهو اللي رانا به رانا نخدمه، والحمد لله. هاد الشباب اللي راهم مريحين في القهاوي وراهم يتبعوا في البطاله وقاعدين بطاله، يجوا يخدموا ويديروا كيفنا، يديروا كيفنا. انا راني بريق الناشف ندور على اللي يقلع لي الزيتون، ومانيش نلقى مانيش نلقى الخدامه. راك تشوف راني نقلع روحي، راني شهرين راني نقلع روحي، ما لقيتش الخدامه الله غالب.